بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده على درس نشأة اليابس والماء. تقول لي خلق الله سبحانه وتعالى سطح الأرض من جزئين، اليابس، إيه هو اليابس؟ قال اليابس هي الأجزاء المرتفعة عن مستوى سطح البحر التي لم يغمرها المياه، اللي هي الأجزاء اللي إحنا عايشين عليها. طب هل الأجزاء دي مهمة؟ قال لي ليها أهمية، ليعد الميدان الرئيسي لنشاط الإنسان اللي هي القارات، ودي هنتكلم عليها في الدرس اللي جاي. بالأجزاء اللي احنا بنعيش عليها، اللي بيعيش عليها ميدان الانسان او بيتحرك فيها الانسان والنشاط بتاعه، هي اليابس. الجزء الثاني الماء. الماء، وده ليه اهميه كبيره جدا، وهي سر الحياه، وتحتوي على الكثير من الثروات واللآلئ والاسماك والثروات السمكيه زي ما احنا عارفين. يبقى كده تكون سطح الارض من يابس وليه اهميه، ومن ماء وليه اهميه. عندنا نظريه لعالم اسمه نظريه فيجنر، او العالم فيجنر. نظرية اسمها نظرية زحزحة القارات. النظرية دي بتقول ليها ثلاث مراحل. أول مرحلة بنسميها بتقول قارة بنجايا. يعني إيه؟ بيقول الأرض زمان كانت متكونة مع بعض، اسمها بنجايا بالشكل دوت زي ما احنا شايفين. اليابس كله عبارة عن قارة واحدة اسمه بنجايا، والمحيط اللي حواليها اسمه المحيط العظيم. اللي حصل فيهم خلال المرحلة الثانية، اللي تصدعت هذه الكتلة اللي هي بنجايا إلى قسمين، اللي كتلتين، كتلة شمالية اسمها لوراسيا وكتلة جنوبية اسمها جندوانا، ويفصلهما عن بعض بحر اسمه بحر تيسيس. رقم ثلاثة أو المرحلة الثالثة، اللي تصدعت لوراسيا وجندوانا إلى القارات المعروفة حاليا، وتكونت القارات والمحيطات بشكلها الحالي. تمام. هل النظرية دي صحيحة أو النظرية دي خطأ؟ هل فيها دليل؟ قال لي اللي يوجد دليل على صحة نظرية فيجنر. طب إيه الدليل بتاعه؟ قال لي اعتمد على التشابه بين الساحل الغربي لساحل إفريقيا أو لساحل قارة إفريقيا، والساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية. طب تعالى نشوف مع بعض. الساحل الغربي لقارة إفريقيا زي ما احنا شايفين كده، والساحل الشرقي لقارة أمريكا الجنوبية، لو قربناهم من بعض وده دليل على صحة النظرية، إنهم كانوا قارة واحدة. تمام. حاجة تانية نتكلم عليها، على توزيع نسبة اليابس والماء على سطح الأرض. قال نسبة اليابس وهي 29.3%، تكون إلى 7 قارات. أكبر القارات هي قارة آسيا، أفريقيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، القارة القطبية الجنوبية، وأوروبا، وأخيرا وهي أصغر قارة هي قارة أستراليا. نيجي عند نسبة الماء وتوزيعه، بيقول هي نسبتها 70.7%. محيطات الهادي والأطلنطي والهندي والمتجمد الجنوبي والقطبي الشمالي. أكبر المحيطات طبعا هو المحيط الهادي. ولمعظم اليابس يقع في نصف الكرة الأرضية الشمالي، ومعظم الماء يقع في نصف الكرة الأرضية الجنوبي. مساحة اليابس في نصف الكرة الأرضية الشرقي أكبر من نصف الكرة الأرضية الغربي. طب تعال نشوف مع بعض. تعال هنا يجي يقول لي معظم اليابس يقع في نسبة الكرة الأرضية الشمالي. أهو عندي قارة آسيا، أوروبا، النصف الشمالي من قارة إفريقيا، قارة أمريكا الشمالية، وجزء من قارة أمريكا الجنوبية. تعال معايا نشوف نصف الكرة الجنوبي. قال لي القارة القطبية الجنوبية، قارة استراليا، معظم امريكا الجنوبية، والنصف الجنوبي من قارة افريقيا اللي هو ده. دي جزء تاني. مساحة اليابس في نصف الكرة الارضي الشرقي اكبر من نصف الكرة الارضي الغربي. طب تعالى نشوف ازاي. ادي النصف الشرقي وادي النصف الغربي. اللي يضم النصف الشرقي من الكرة الارضية معظم قارات اسيا وافريقيا واوروبا واستراليا باكملها، ونصف القرى القطبية الجنوبية أو القارة القطبية الجنوبية. نصف القرى الأرضية الغربي يضم أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أجزاء من إفريقيا، وأجزاء من آسيا، وأجزاء من أوروبا، ونصف القارة القطبية الجنوبية. حاجة تانية نتكلم عليها مع بعض. اللي بدراسة الخريطة نستنتج أن دائرة الاستواء تمر في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية. مدار السرطان يمر في آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية. مدار الجدي
في آسيا وإفريقيا وأمريكا، في أستراليا وإفريقيا وأمريكا الشمالية. قارة إفريقيا هي القارة الوحيدة التي يمر بها دائرة الاستواء، مدار السرطان ومدار الجد. لو جينا هنا وشفنا مع بعض، أدي مدار السرطان وأدي دائرة الاستواء وأدي مدار الجد. أدي إفريقيا مدار السرطان موجود، دائرة الاستواء موجودة، مدار الجدي موجود. شكرا.